GSM Magical Education مسار لنجاح مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور كرار مهدي من فريق GSM Medical Education، وموضوعنا راح يكون حول الفوليت ديفيشنسي. طبعا مثل ما تعرفون قسمنا عندنا الماكروسيتيك انيميا، راح يكون عندنا اما يكون ميغالوبلاستيك انيميا والنون ميغالوبلاستيك انيميا. اذا عندنا الفوليت ديفيشنسي احد الافرع الخاصه بالميغالوبلاستيك انيميا، فوليت والبي 12، او ممكن يكون فيري رير عندك اورتيك اسيد او يسمى باليوريدين مونوفوسفيت سينثيسيس ديفيشنسي. حتى نتعرف على الفوليت اكثر لازم نعرف الميتابوليزم مالته، وكيف يعني كيف راح يتفاعل عندنا ويكون موجود عندنا بالجسم، وايضا شنو نوع الادراكس اللي ممكن يوقف هذا التفاعل. طبعا مثل ما تعرفون معلومه بان الفوليت يتواجد بالجسم حوالي يكون متواجد عفوا بالفيجيتيريان اكثر من اللحوم بعكس البي 12، وايضا ينخزن عندنا بالجسم حوالي 4 اشهر، يعني نقدر نستفاد من عنده خلال حتى لا يكون عندنا نقص خلال 4 اشهر نقدر نستفاد من عنده، عكس الفيتامين بي 12 يتواجد يعني بكميات يعني مده طويله وينخزن عندنا بالليفر حوالي يعني 4 الى 5 سنوات. اذا هنا مثل ما تعرفون هنا يوجد يعني عندما الشخص ياكل فيجيتيريان يمتل او ياكل على شكل بولي جلوتاميت بمساعده الانزيم اللي يتحول من البولي جلوتاميت الى مونو جلوتاميت، وبمساعده الانزيم عندنا الكونجيجيز، وكلها تحدث يصير امتصاص الفوليت اسيد. الفوليك اسيد يصير عندنا بالسمول انتستين، وبالتحديد عندنا راح يكون بالجوجينيوم، يعني راح يمتص عن طريق الجوجينيوم وبمساعدة الانزيم الكونجيجيز. كل هذا التفاعل بعدين يروح للدم، كل هذا التفاعل هنالك نوع انواع من العوامل اللي ممكن تأثر على الباثوي، من ضمنها الفينوتين اللي هو انتو سيجر دراك، يستخدم الاشخاص اللي عندهم نوبات مثل عندنا نومة الصرع، او الاشخاص اللي ما يقدرون يعني الاشخاص اللي ما يتحسنون مع استخدام البنزودايزين يستخدمون الفينوتين. الفينوتين هو يوقف التفاعل للكونجيكيز، اذا ما راح يصير عندنا تحويل البولي جلوتامين والمونو جلوتامين. ممكن يكون هذا الانتو سيجر دراك يأثر لنا على التفاعل. اما بالنسبة عندنا المونوغلوتاميت هنالك طبعا بعض العوامل، عندنا الكحول واورال كونترسبتد بيل للمرأة الحائل يعني منع الحمل ممكن يأثر على تكوين المونوغلوتاميت حتى يروح عندنا للدم. طبعا مثل ما تعرفون من شرحنا الميغالوبلاستيك انيميا عرفنا كيف يعني يتم ربط عندنا الفوليك والبي 12 ويعني بصورة سريعة. هنا عندنا مثل ما عرفنا قلنا الفوليك اسيد راح يرتبط بالمثيل جروب، وهنا طبعا بالدور مالته اللي تترو هيدروفوليك راح طبعا يعني بعد الامتصاص من الدم راح طبعا يعطي المثيل جروب الى شنو؟ الى عندنا الى الفيتامين بي 12. فعندنا هنا طبعا تترو هيدروفوليك راح يروح للتفاعل، وهنا عندنا البي 12 بدوره راح يقوم بتوصيل عندنا المثيل جروب شنو للتفاعل للهيموسيستين، فراح يقوم بتحويل مساعدة الهيموسيستين سينثيسيس يحول عندنا الهيموسيستين الى ميثيونين. اذا هنا طبعا فائدة عندنا البي 12 راح يقوم عندنا بتحويل المثيل جروب حتى يقوم عندنا بمساعدة الهيموسيستين سينثيسيس. عدم وجود طبعا البي 12 ما راح يكون عندنا شنو مثيل جروب، عدم وجود عندنا الفوليك ما راح يكون عندنا مثيل جروب، وبالتالي هنا راح يصير عندنا زياده بالهيموسيستين لانه ما راح يكمل التفاعل حتى يتحول الى ميثيونين، فبالتالي راح يصير عندنا هايبر هيموسيستينيا هيموسيستينيميا. طبعا هايبر هيموسيستينيميا من يكون عندنا زياده راح يصير عندنا بعض الكومبليكيشن ومنها الاتريال والفينوس ثرومبوسيس، وايضا طبعا ستروك ممكن ياثر ايضا يكون عندنا. وطبعا هاي مو فقط بي 12، ممكن فيتامين بي 9 بي 6 ايضا ممكن يعني ياثر على هذا التفاعل. اذا هنا عندنا الفوليك عرفنا شنو التفاعل، هنا تترو هيدروفوليك الامتصاص مالته يتحول الى ميثيلين تترو هيدروفوليك والدي هيدروفوليك،
والديهيدروفول تريداكتيز، وهذا التفاعل حتى يحولنا ويكون عندنا الدي ان اس سينثيسيس. هنالك ايضا نوع من انواع الدراجز اللي هي كيموثيرابي دراج يستخدم من الانكولوجي، من ضمنها 5 فلورو يوراسيل. طبعا هذا نوع من الدراج هو الانتي ميتابوليك دراج، طبعا يستخدم للسولد تيومر والسكين كانسر والى اخره. طبعا راح نعمل بعد ما نروح للوكيميا راح نعمل حلقات خاصه بالفارما. عندنا الدي هيدروفوليك، طبعا يتحول دي هيدروفوليك بروتكتيز لتترو هيدروفوليك لان حتى يكمل عندنا التفاعل. هنالك نوع من الادراكس من ضمنها عندنا الميثو تروكسيل، طبعا مثل ما تعرفون هو انتا ميتابوليك كيموثيرابيك اجنت وايضا ايمونو سبريشن دراكس، ومهمته طبعا يستخدم للوكيميا وسرطان الدم والعديد طبعا من لو كان يعني الكانسر عندنا الانتي، يعني ايضا عندك الاتي اوميون ديزيز يستخدم، عندنا الاكتوبيك بريجنزي، ممكن روماتويد ارثرايتس الى العديد يعني، وعندنا الصدفيه ممكن الابسورايتيك ايضا. هذا راح نعمل فيديو خاص بالفارما اكثر ركز عليه، ممكن ياثر على التفاعل. وايضا لا ننسى عندنا ترايميثوبريم، ترايميثوبريم طبعا هاي نوع من الانتيبايوتيك يستخدم عادة للأشخاص اللي عندهم بلادر انفكشن أو عندهم الالتهابات بالأذن الوسطى أو عندهم شنو مثل عندهم ترافل دايري، على الأشخاص اللي يصير عندهم إسهال من يعني يكون يسم من يروحون مسافات يسمى بالترافلنج دايريا يستخدم ايضا. وايضا يمكن ترايميثوبريم ممكن تشوفوه مخلوط مع السلفوميثكزول او عندك الدبسين، يكون على شكل ترايموكسيزول. ترايموكسيزول طبعا بعض الاحيان تشوفوها مخلوط، وهذا يستخدم للاشخاص اللي ينصابون بالنوموسيستس بنمونيا، نوع من انواع الفنجل، يعني الاشخاص اللي يكون عندهم الايمون سيستم قليل وبسهوله طبعا يصابون بالفطريات التهاب يسمى بنوموسيستس بنمونيا او يسمى بالجروفيسيل بي جي بي. هذا طبعا نوع من الفطريات يصاب للاشخاص اللي عندهم ايدز او الايدز والاتش اي في او الايدز، ممكن يكون عندهم الايمون سيستم ايضا يؤثر على التفاعل. اذا باختصار هذا هو التفاعل الخاص بالفوليك اسيد، وايضا عرفنا الفيتامين بي 12 وراح نشرحها اكثر بالحلقه يعني الموجود الفيتامين بي 12. مثل ما تعرفون نجي هنا على مراجعه بسيطه عن الايتيولوجي. الايتيولوجي اذا اريد نخصص بعد ما عرفنا التفاعل وعرفنا قلنا يكون most common cause of folate deficiency، عندنا الشخص ما ياكل يعني ياخذ مده طويله او وما ياكل عنده، والشخص يكون الكوهوليزم فحيأثر على التفاعل، وقلنا هاي 4 اشهر طبعا لانه ينخزن الفوليك 4 اشهر. ممكن increase domain طبعا هاي very high yield مهمه للبرجنسي و يعني lactation، طبعا هاي مهمه جدا لانه المراه الحامل تاخذ اكثر يعني تستفاد اكثر من فوليك اسيد، وايضا بانه المراه الحامل من تصاب بفوليك اسيد راح يصير عندك يعني تيوب ديفكت، وراح نشرحها اكثر بالكلينيكال برزنتيشن. ايضا ممكن امباير ابسوربشن، ممكن الشخص مصاب بالسيليك ديزيز او نوع من الدراجز اللي ياثر على التفاعل، فهذا كله راح يؤدي الى امباير دي ان اي سينثيسيس وان ان افكتد اريثروبويزز. عندنا الاريثروبويزز راح يصير ان افكتد، ويصير عندنا هيماتوبويزز ايضا ان افكتد، وبالتالي يصير عندنا بنسايتوبنيا، والبنسايتوبنيا هي قله بالريد بلاست سيل يعني انيميا، قله بالبليتلت اكاونت اي ان ثرومبوسايتوبنيا، وقله من الوايت بلاد سيل اي ان ليكوبنيا، فبالتالي راح يصير الشخص بسهوله ينصاب بالانفكشن. مراجعه بسيطه ايضا، طبعا هذا سلايد ماخوذ من مارك ميلول. عندنا ادكوت انتيك عرفناها، بس معلومه جديده بانه الشخص ممكن يعني انصاب اكثر للتوتال بارنتريال نوتريشن، الاشخاص اللي عن طريق اللي عايشين عن طريق المغذي ما يصير ياكلون، فبالتالي ايضا يكون معرض للاصابه، والاشخاص اللي ما ياكلون حبوب فيجيتيريان نوع من انواع الحبوب او كرونيك الكوليزم. امباير ابسوربشن عرفنا سيليك ديزيز سبور يعني عندك الميل ابسوربشن سندروم، وانتي كونجنت وانواع من الدراجز وكونجنتال ممكن تاثر، وعندك الاوتلايزيشن ايضا ممكن، وانواع من الدراجز ميتفورمين عندنا اللي النوع من الدراجز اللي الدايابيتس تستخدم طبعا مشهور جدا، وانتي كوفلنس والكونجنتال واكواير انزيم ديفيسنس والكوهوليزم ممكن يكريز دايناميك البريجننسي لاكتيشن ام فان يكريز ميتابوليزم او ان يكريز اكسكريشن، ممكن رينال داياليسيس يصير عندك سكريشن بي عالي جدا، بالتالي ممكن يكون احد الاسباب الايتيولوجي الخاصه
بالفولي ديفيشنسي. وطبعا النوعيتين اللي عندنا داياليسز ممكن بارانتينيال او عندك هيموداياليسز ايضا يكون. بالنسبة للسبتم والساين، السبتم والساين احنا ذكرنا بانه راح يصير عندنا بنساتوبنيا، اذا انيميا قلة، ايش راح يصير عندنا؟ قلة بالرايد بلاست سيل، قلة بالهيماتوكريت، اذا عندنا انيميا. اذا الاعراض الخاصة بالانيميا، شنو الاعراض الخاصة بالانيميا؟ تايرد، بيل، ديسبنيا، ديزنس، مرمر، هيديك، اكسترلاس انتولرنت الى اخره، يعني الشخص يكون يتعب يعني بسهولة. هذا الاعراض الخاصة بالانيميا. ايضا يكون الشخص بسهولة شخص ينزف، بليدنج، انفكشن، ليش؟ قلة بالصفائح الدموية او قلة عندنا بالوايت بلاد سيل، الخلايا الدفاعية مالته قليلة، بالتالي يكون معرض اكثر. اذا عندنا الانيميا، بليدنج وانفكشن، ثلاث نقاط مهمة، اي ان السينونيم او المرادف للخاص بالبانسايتوبنيا. اذا الشخص يكون معرض للجلوسايتس، ممكن التهابات خاصه يصير عندك الفنجل انفكشن موجود عنده، او دايريا او ديبريشن او كونفيوجن ايضا ممكن يكون. معلومه مهمه جدا، قلنا الفوليت ديفيشنسي ديورنج بريجننسي هو خطر جدا على الطفل، يسبب عندنا فاتال نيورال تيوب ديفكت، ممكن ايضا عندنا برين ديفكت. طبعا من يصير عندنا ديفكت راح يكون الشخص يعني طفل معرض للسباينال بيفيديا يكون، او يكون عندنا انينوسيفالي، يعني راح يصير عندنا تشوهات، راح يكون عندنا بالدماغ او بالراس الانسفالي ممكن يكون معرض. وايضا طبعا السباينال بيفيديا راح يكون عندنا تيوب ديفكت بالسباينال كورد، وهنا عندنا ايضا لسبب انه الفولت ديفيشنسي البريجننسي يكون هاي ريسك. فهاي معلومة مهمة جدا، لذلك ينصح بالمرأة الحامل أن تأخذ فوليت حوالي الأقل شيء 3 أشهر. يعني الدايجنوزز عندنا، إذا عندنا سي بي سي، سيروم فيتامين بي 12 أو فوليت ليفل. بما أنه قلنا عندنا هو راح يأثر على الدينا سنتيزز، عندنا بنساتوبنية، إذا هيموغلوبين، هيماتوكريت، وايت بلاست سيل، بليتليت، كله لو سيروم فيرود. وعندنا قلنا هو يعتبر هو ماكرو سيليك انيميا، اذا عندنا الام سي في راح يكون اكثر من 100، اما يكون راح شكل البرايفياسيمين راح يكون عندنا انه على شكل اوفل، على شكل كروي، اوفل ماكرو سايت كبيره، وايضا راح يصير عندنا هايبر سيجمنت، يعني الخلايا العدله راح يصير شنو؟ هايبر سيجمنت، يعني مو ثلاثه او اربعه مثل ما شفنا هواي يعني موجوده نوتروفيل. ايضا عندنا معلومه مهمه جدا احب اضيفها، بانه يكون عندنا نورمال ميتالامولنيك اسيد ام ام اي، وهي راح نعرفها اكثر بعد ما نشرح الميتابوليزم للفيتامين بي 12، راح نعرف بس يعني تذكروها، يكون هذا النوع يكون عندنا نورمال. ليش؟ طبعا هاي بعد ما نشرح التفاعل يكون اكثر، لانه يؤثر على فقط على التفاعل البي 12، ويكون عندنا ارايز ان بي 12 عكس عندنا الفوليت. فبس تذكروا هاي المعلومه، راح نذكرها اكثر بالفيتامين بي 12. بالنسبة للتريتمنت، تريتمنت ما عندنا شيء، يعني عندنا فقط سبلمنت اورال فوليت، اورال فوليك اسيد حوالي 5 ملي جرام ديلي على الاقل 4 اشهر. وايضا اما الاشخاص اللي مصابين بالفيتامين بي 12، مهمة، معلومة جدا مهمة، بانه يفضل من الشخص ياخذ فوليت سبلمنت، ممكن هذا راح ياثر على عليه، يعني ياثر على 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 الشخص، ممكن يسوي ورث للسبتوم للنيورولوجيكال ديفيسيت. ليش؟ لان قلنا احنا عندنا الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، الميزه اللي موجوده عن الفوليت بان يكون نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني اعراض اعصاب راح تكون اعراض موجوده، الاعصاب موجوده، فيصير عندنا نيورولوجيكال ديفيسيت عكس الفوليت ما راح يكون. فبالتالي الاشخاص المعرضين للبي 12 ديفيشنسي وياخذون فوليت ممكن يصير عندك ورث للسبتوم نيورولوجيكال ديفيسيت، فمعلومه مهمه جدا. اما بالنسبه للمراه الحامل او الطفل المصاب الفيتوس بالنيورال تيوب ديفكتس، يفضل ان ياخذ هاي دوز، وعندنا اكون 4000 مايكروغرام ديلي. لذلك ينصح بان كل مراه، وعليها دراسات كثيره، كل مراه على الاقل تاخذ 4 مايكروغرام بالفوليك اسيد ديلي على الاقل شيء 3 اشهر، حتى نمنع الريسك اللي موجود عندنا بحدوث
بالفات بالنيورال تيوب ديفيست ونمنع حدوث السباينال بفيدي سباينال بفيديا او عندنا كل انسفالي ممكن يصير التشوهات اللي موجوده. فلذلك يعني عليه دراسات كلش كبيره ينصح يعني كل المراه الحامل ان تاخذ حوالي 4 مايكرو جرام بالفوليك اسيد على الاقل 3 اشهر. وصلنا لكم نهاية حلقتنا، حلقة خاصة بالفوليك أسيد. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات بدرون تراسلونا عبر الصفحة. كان معكم أخوكم الدكتور كرار المهدي من فريق الجي اس ام ميديكال إدوكيشن، ونشوفكم إن شاء الله بحلقة مقبلة. تحياتي لكم.